لقاء الأجوار اللي يحمل رقم 86 أترقب ترجي إذن للتأكيد على أنه الأقوى على الساحة، بأن حصوله على البطولة رقم 14 ما جاش من باب الصدفة، وحتى جاره ومنافسه التقليدي النادي الإفريقي اللي كان يطمح لجعل الترجي ينقاد للهزيمة بعد 43 مقابلة كاملة بدون هزيمة ما نجمش يصمد أكثر من 19 دقيقة. تمكن بعدها المهاجم إيديت أغوي من الوصول إلى شباك الحارس خالد فاضل وافتتاح النتيجة. هدف تحرك بعده خط هجوم الإفريقي لأول مرة بصفة جدية بواسطة سفيان الغزغازي، لأن الحارس الواعر كان حاضر قبل ما تمر كورة عزيز الأخويني جانبية. هدف وحيد ما أرضاش هجوم الترجي، وإديت أغوي أعاد من جديد لمغازلة شباك حارس مرمى الإفريقي وإضافة الهدف الثاني والثاني في رصيده. هدف أضاع توازن دفاع الإفريقي وأفقد الثقة في إمكانياته، وهجوم الترجي استغل النقطة هذه بالذات لمضاعفة السرعة وإضافة الهدف الثالث بواسطة طرق ثابت بكيفية تخلي المورن إكسبرايا يراجع أكثر من نقطة على مستوى خط دفاعه. يوسف ثلاث أهداف في شوط واحد، قوة خط هجوم الترجي ولا ضعف من دفاع الإفريقي؟ لا، قوة مجموعة متاع الترجي الأهلي التونسي في تحكم في الكرة وخلقان الخطر بأكثر عدد ممكن في نهاية الهجمة. في الشوط الثاني كنا ننتظر استفاقة من جانب الإفريقي، لكن محاولات كل من بوثلجة وماهر الزديري وخط هجوم الإفريقي بصفة عامة أظهروا أنه مش بينهار. وحتى دخول جمال الإمام مكان الكوكي ما عطاش الإضافة المنتظرة، وهذا ما شجع الترجي على موصلة لعب الهجوم من أجل إضافة أهداف أخرى. لتأتي الدقيقة 67 ويضيف على أثرها علي زيفوني الهدف الرابع. هدف كادت تليه أهداف أخرى لولا تألق الحارس خالد فاضل في زوج مناسبات. تمكن بعدها الترجي من إضافة هدف خامس رفضه الحكم عادل زهمول، لينتهي اللقاء على رباعية أعاد على إثرها الترجي سيناريو وقع في ذات مقابلة حصلت في نوفمبر 94، وهو أحسن سيناريو كان يتمناه الترجي وتحصل عليه ورفع على إثره بطولته رقم 14. اللي الآن إذا وزير الشباب والطفولة السيد الأستاذ رؤوف نجار يسلم أسد البطولة إلى قائد فريق الترجي الرياضي التونسي. شكر الواعر، هنيئا مجددا للترجي الرياضي التونسي. سيوس، حكمك على البطولة رقم 3 في تاريخك؟ بطولة معناها ديما اللذة نتاعها أحسن من اللي تعدات، وخاصة معناها السنة هذه معناها حسيناها كل مقابلة لعبنا من أجلها، وتوجنا قبل الانتهاء البطولة بثلاثة جولات، هذا ما يأكد معناها نجاح الفريق في المقابلات نتاعه. علي، شعورك وأنت أصغر لاعب تفوز بالبطولة هذه؟ والله أكثر من فرحة، الحمد لله يا ربي. اليوم عملنا مباراة باهية كل المباريات الأخرين، وانا معناه فرحان برشا على خاطر سمت معهم في البطوله هذيا. البطوله معناتها تعبنا عليها بالكدا ونسحقوها بالكدا، معناتها اكدنا زدنا اليوم اكدنا اللي فريق الترجي معناتها يسحق البطوله هذه.